الان احنا الان طبعا تم تسليمه وانتهت الدائره والوزاره من ارسال جميع الرسائل لكل المستحقين، ولكن حفاظا على حقوق بعض الاشخاص والارباب الاسر اللي تم ارسال الدعم لهم متاخرا، مع انه يعني الاتفاقيه مع البنك انتهت 28/5 لتسليم الدعم، الا انه تم مخاطبه البنك انه تظل هاي المبالغ للاشخاص اللي تم ارسال الدعم لهم في شهر ايار بعد 10 ايار انه يستمر في الاحتفاظ بها لتسليمها لاصحابها حتى الـ26 من الشهر الحالي. فالاشخاص اللي وصلتهم رسائل متاخره بعد 10/5 مبالغهم ما زالت موجوده في بنك الاسكان، والبنك يعني مشكور مدد المده لغايه 26/5 حتى يسلمها لهم خلال ساعات الدوام الرسمي، والبنك توقف عن الدوام بعد ساعات الدوام الرسمي وايام السبت. والان اي شخص بعد 10/5 تم ارسال رساله له مبالغه موجوده في البنك بامكانه استلامها، لانه بتعرف بتنهي ونعمل حساباتنا ونجهز حساباتنا وقيودنا حتى نحضر للدفعه الثالثه القادمه ان شاء الله. هذه بيكون هو استلم نتيجه اعتراض، هو ما بيكون احنا يعني ودينا له الدفعه، يعني نتيجه الدفعه بتعتبر هاي بتعتبر دفعه اولى له، لانه هو احنا حسابات 2012 تم اغلاقها وانتهت. الان لما تم قدم اعتراض هو يمكن يكون مريض او يكون موجود بالسجن او لاي سبب اخر تم قبوله خلال الحالات اللي يعني وصلتنا من عندكم، حتى انتم كمان بجهاز الحقيقه ما قصرتوا مع عدد كبير من الاخوه المواطنين، فتم قبول اعتراضه وهي الدفعه هي تعتبر دفعه اولى له. هاي تعتبر مره اولى، الان راح يستلم الدفعه القادمه ان شاء الله واسمه دخل في قائمه الاعتراضات. هاي الدفعه تعتبر الدفعه الاولى له خلال عام 2013. انتهت الاعتراضات نعم، لانه احنا الان بدنا نجهز للدفعه القادمه وبدنا نعمل حساباتنا حتى نقيم المرحله الدفعه الثانيه ونجهز للمرات القادمه. احنا بس فقط عم بنتابع في بعض الحالات اللي بتراجعنا اللي لهم مبالغ موجوده في البنك حاليا ما استلموها، مثل حالات الوفاه، حالات السجن، هاي هي الحالات البسيطه اللي يمكن يتم معالجتها قبل 26 الشهر. بعد 26 شهر بتكون انتهت جميع عمليه الدعم، وان شاء الله احنا بالنسبه للاخوه المواطنين سيتم فتح المجال امامهم ان شاء الله في تشرين اول للتقدم من جديد لكل الحاله لكل الاشخاص اللي ما حصلوا على الدعم. حتى الان التعليمات ما صدرت، ولكن يعني تكون الاليه هي سهله وبتراعي ظروف المواطنين كامله، واحنا الحمد لله بالدفعه الثانيه يعني كانت عندنا استفدنا من الاخطاء اللي صارت بالدفعه الاولى وعالجنا على عديد من المشاكل اللي صارت، واللي منها انه تمديد صرف الدعم للاشخاص في خلال بنك الاسكان. كان البنك مشكور انه ولو انه الاتفاقيه بتنتهي 28/5، ولكن مشكور البنك انه خلاها عنده لغايه 26/5 حتى يسلم بعض الاشخاص اللي مبالغهم وصلت متاخره للبنك.